هي مشاهد صادمة وكارثية رصدتها كاميرا النهار. بنايات تنهار أمام أعين قاطنيها بعد هيجان هذا الوادي الذي أضحى يشكل خطرا مع كل تساقط للأمطار. السكان عاشوا ليلة رعب، استيقظوا على وقع فيضان مفجع داهمتهم السيول وطردتهم من بيوتهم. المارة يكون متلعب، احنا بالمارة يكون فيها متلعب، طيح لي الدار، لكن لا دوز لا كذا، ده كل شيء الوقت. أقول شوف لا ذري لا برا، أنا بيتين برا شوف. يكون فيها متلعب خلاص الدار. احنا كبار نقدروا نهربوا من هذا الواد اللي راه فايض علينا، بس حذاري صغار ما عندهمش ذنب. حسوا بينا غير شوية. وكان كنا راقدين وحملت علينا، وكنا راقدين دينا النوم وحملت علينا. أنا داري طاحت قاع، رانا نرقدوا برا، ما عنديش قاع الدار دوك، راني بايت برا. حملت على اليوم 9 تاع الصباح، راك تشوف كيف راهي الحالة، رانا بولادنا برا. ولا غير رانا بولادنا، أنا عندي دراري، هاي وحدة وأطفال عندي 6 شهور في عمرها. أمواج مياه وادي بن عزة لا تهدد السكان بالبنايات على حوافي فحسب، بل تتعدى ذلك وتخترق كل أحياء وشوارع دائرة ولد عيش، لتزداد مخاوف السكان ويتضاعف قلقهم كلما تلبدت الغيوم ورعدت السماء. ولا غتقول بزاف ولا غير هاي قطره تاع 19 هذا مين تاع تاع البارح، ها شوف الهم تاع اللي رانا قطره تاع الكل يجري، وانا راني مرمد كاع، ولا غير راني مرمد مرمد. الواد هذا راه يجي من الاعالي تاع ولد عيش، من حي اسمه توارس، واش يجي معاه؟ يجي معاه تراب، يجي لنا ديريكتومون للحومه، راهو يدخل دوكا يقسم الحومه على زوج، ما نقدوش مام با باش ندخلوا الوسط. الواد بناو فيه، داروا لي رومبلي، بناو بنيان، داروا الفيلات بصحتهم، ما كاش مشكل، ربي يسهل عليهم. بصح انت الواد يعني لازم يعاودوا الطريق تاعو، دير له حل، دير له الساقيه تاعو كما يقول، باش يعاود يسربي في الواد تاع كف الحمام. الواد يعني من الناحيه الهيدرولوجيه هو راه مهيئ، يعني يقدر يستوعب الفيض القرني، عدم وعي بعض المواطنين اللي الناس يعني ترمي بعض النفايات تاعها المنزليه داخل الواد هذا، اللي يعيق في بعض الاحيان يعني مجرى الواد. احنا قلت لك بهذه الصوره، احنا بصفه دوريه يعني نقوم بالتنقيه حوالي 1500 متر. هذا المقطع يعني سيتم يعني ادراجه واعاده تهيئته خلال السنوات القليله القادمه. في الوقت الذي يعيش السكان على وقع كارثة بكل المقاييس وبين رحمة الأمطار والفيضانات، لا تزال السلطات تطلق العنان للوقود في التكفل بهكذا مشاريع استعجالية.